وتخاف على نفسك، يعني ما بالبيت ما تقابل اي انسان. يعني انا واحد ليش؟ من الناس تبي اغراضها، ما تقابل اي انسان، ما هي تبي اغراضها، هي تبي اغراضها. لحظه اول شيء وين خلينا نشوف اللبس، وايد حلو شاب. ايه صيت حلو. اي والله شوف صيت فوق القناة وايد حلو. زين ليش قاعد تضيجه؟ خله عادي. كاني هو شيء موديل ستايله وايد حلو ما شاء الله. قاعد انتج انا. لا يا حبيبي. وبعدين اقول لك اقول لك اول شيء خليني اقول لك شغله، خليني اقول لك اول ما دشيت اللايف على بالي مفسخ، بس طلع نفس لون جسمك ما شاء الله. ما شاء الله ادري بياض. واي واي سمعي اللي قاعد تسوينه وايد غلط انت، اوكي؟ زين؟ اتحداك اي بنت تسوي اللي قاعد تسوينه. ومنو انت تعلمني الصح من الغلط؟ انا دام انا صار لي 3 سنين عندي خبره بالمجال، فمن حقي اني انتقدك، فاهمه؟ مالي شغل فيك، مع نفسك. لا اسمعي خليني اقول لك شيء، خليني اقول لك انا 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 اللي بقول لك شيء، اسمعني عدل، ما بطل اذني عدل، فاهم ولا لا؟ انا مبطل اذني عدل، انا مبطل عدل. اسمع مبطل. اسمع قولي. انا مو بس ساره الكندري اللي هي صورت كذي، غيرنا قاعد يتفسخ. شقيتيني على ليلى كندري. اي 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 لا انا ما اقصد ليلى الكندري، لا تضرب بيني وبينها وتسوي مشاكل، انا ما قصدت ليلى الكندري، انا اللي اقصده وايد مشاهير. انزين شنو قاعد يسوون؟ البعض منهم مو الكل، البعض احنا قاعد نقول. اي اوكي انزين البعض، انزين قاعد يصورون صور نفس صوري، تبي اوريك اياهم؟ لا حبيبتي انا بقول لك شغله. قول قول قول. انا بسمع كلامك شابو حلو. يلا ايه انت شلون ترضى هي طالعه نظره عين في عين تقول حبيبي انا حلوه؟ شنو هذا؟ ايش فيك؟ ايش فيك؟ اسوي لي مساج. اسمع شابو، اسمع شابو، بقول لك شغله والله. قول. بقول لك شغله. قول. نسولف شويه بجد، اوكي؟ شنو سوينا شيء غلط؟ حضر صح ولا لا؟ من البنت انت شلون ترضين ان اختك انا صورت يمه؟ انت وينه؟ لحظة وانا انا بوريك تيك توك شو يسوي. انت شلون تخلين اختك، انت شلون تخلين اختك توقف يمه؟ قولي اختي. اوكي حلو حلو حلو، انا انت جيت عند النقطة الصح، انت جيت عند النقطة الصح حلو؟ ايه اختي لما كانت واقفة لامته ماسكة ايده، حتى لو انا بسألك هي ماسكته لامته؟ لا ماما مو لامته. لا اي خلاص الحين انا لما اوقف يم ممثل ولا يم مطرب ولا قاعد اضحك ولا اصور وياه، يعني هو الحين انا اطلع مو زينه ولا اختي؟ يعني انا ما فيني غيره ولا اختي ما فيها ولا هو؟ انت صورت يمهم كلهم، انت في حد ما صورت وياه؟ انا 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 بيبي هم ايش؟ انا من انا 14 15 عمري، ايش في شتي حبيبي؟ انا خل 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 اقول لك شغله، خل اقول لك شغله، طول ما اي شخص يكون بالغ وراشد وخلاص عقله تفتح هذا ما يعتبر. انا كنت اعرفه قبل اصير بالك. إيه؟ اذا يلا. انت ما اذا انت ما حد معلمك الصح من الغلط، لان انت شوفي خليني اقول لك شغله، خليني اقول لك شغله، اسمع لا عصب، انت ولا غيرك اذا تشوف الغلط هو الصح والصح هو الغلط، عاد هذه عقليتك ضاربه. لا توقفني. اذا ايش معنى ناس عليك عليكم انتم؟ ليش لك انتم؟ ايش معنى؟ انا اقول لك ايش معنى، البعض ما يبوني اطلع، ليش؟ خايفين انا اخذ رزقهم عبالهم. انا بسالك سؤال، انا اليوم شنو وريتك؟ شفت اغراضي؟ اي انت شفت؟ لا تكلم كلمه الحق، شفت اغراضي؟ شفت مكياجي؟ شفت عطوري؟ اي هذا انا قبل لا انشهر واطلع فلوس، صح؟ غيري كان فقران وطلع عادي. يطلع فلوس 1000 دينار طالعين معاشك، 1000 وشي طالعين تشترون كلهم مكياج وعطورات، عادي حالك حال اي وحده. حالي حال اي وحده، اوكي. انا بقول لك اللي بفهمك اياه، ان انا الحمد لله شايفه خير من قبل لا اطلع السوشيال ميديا، انا ما نطرت ادور رزقي من السوشيال ميديا، ولا قاعده اروح على بنا على قولة الناس تقول تسترخصين نفسك عشان تبين فلوس. واذا دامك تصل لهالدرجه تغارين على زوجك، انت لو تغارين على زوجك قاعد يسترخص على قولتهم بزوجته عشان يطلع على افاها فلوس. لا 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 سمعي 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 هو اللي موفر لي هذا كله. سمعي سمعي اذا انت اللي اسمع، اذا شيء مو حاب تسمعه لا اكلك الحين. اي لا خليك طبخة باكر غدا. سمعي عدل، انت لما واحده دشت عندها جس بالبث ما شاء الله سويتي لها كذي، انا اعلمك ماشي كيف؟ اي ولا انت خير ليش؟
على طالعين حتب قفص عندك ايش طالعين سوشيال ميديا؟ انت اول شيء مالك شغل، ثاني شيء زوجي انا كيفي، انا زوجي يمكن عادي ترى ريال عادي اذا انا زوجته علمه صح من الغلط صح عمري ولا لا، وهو عادي اذا شاف علي غلطه يعلمني زي احمد داني. انا بروح ديوانيه اوكي، انا بروح ديوانيه زين بقعد مع ربعي اشوف اقول انه سارونا الكندري شي يصير فيك قول قاعد تسني انت ولا قاعد تجاوب ولا شنو؟ لا يوم تقول سارونا الكندري حط يدك فوق راسك. انا الحين ريال، انا ريال الحين اوكي صح، انا طلع رجال صح ولا لا؟ انا ريال رجال زين انا بروح ديوانيه زين احط ايدي لساره واحد اشوف فيديو ساره هي قاعدة أها أشوف أستانس شي يصير فيك؟ لحظة أنت شي يصير فيك؟ لحظة الفيديو عبط ولا صدق؟ أنت ليش تقولين قدام زوجك تحبني؟ أنا حلو؟ أنا كذي؟ أنت إيش فيك؟ أنا الحين برد عليك، تبي أرد عليك بالضبط؟ ردي ردي أنا ما قلت لحبيبي تحب جسمي؟ عجبك؟ ما قلت كذي حبيبي انت تحب جسمي مكياج شكلي حلو شايك بجسمي شايك اسالك اغراء انا على الكام بعد خلاص تقصدين منو تقصدين منو ما اقصد احد اللي على راسه بطل حسس عليها انت صدق لو انت صدق يعني شجاعه وشي قولي اسم منو اتحداك ما تقدرين تقولين اسم شجاعه ولا مو شجاعه شيء راجعي تكلمي هذا حيتحرك تكلمي لا هذا متحرك وخالص يا حبيبي انت ما لك شغل ها شنو اي انا انساني متحرك انت ما لك شغل اللي قاعد يسوي لك شغل بنفسك شوف اسمعني عدل انت تشتغل بنفسك انت لا انت تبيني اطلع من الحظر الحين واجي لك المهم انت ليش طالعين لحد ثاني خلي اشوف نفسك انت تكلمي اشوف نفسي اي انا قاعد اطالع نفسي انا ما سويت شيء ما سويتي شيء اذا انا بقول لك شغله انا بقول لك شغله ثلاثه النفنوف الاصفر حلو ببيض انت شفت اي واحد اللي سويت ايه النفنوف الابيض بصفر شلون تسوي؟ لحظه النفنوف الابيض بصفر انت شفت فيه انه مضيج وكذي وراسم وهذا ضيج؟ لا انا اسالك لا عادي حال اي بنت تلبس كذي حال اي بنت تلبسه بس ليش على ساره؟ يلا انا ابي هذه السالفه ليش؟ لان انت لان ناس حاليا بهالاوضاع يعني انت اللي قاعد تصور شيء فانت ما عندهم فاطمه الناس ما عندهم شيء شوفوا الفيديو انت الحين انا سولف خل اقول شغله الناس والاكاونتات والنقاد ليش ياخذون الاشياء مثلا السلبيه بس ما ياخذون الاشياء الايجابيه انت اللي قاعد تعطيهم حجه انت اللي قاعد تعطيهم كل شيء ياخذوا اللي انا سلبيات فيني انا الحين بقول لك شغله انا كاني نشرت قلت ان انا بتطوع الحمد لله ونشرت الله يخلي لنا ديرتنا ليش هذا كله ما نشره ليش بس الشيء اللي يبونه انت قاعد في المجال اقول لك شغله هذا في احد يدفع لهم ويقوم ضربوا بساره ايه ما احنا غبيه ترى ها ليش منو ساره سرسره عظامك قول منو ساره اي خليني اقول لك شيء انت سالفتك حاطه بكل غرفه صاله وحمام ودنيا ومطبخ مرايه انعكاس ليش تحبين تطالعين نفسك لهالدرجه بعد تعال تدخل انت باثاث بيتنا ما ادري تعال اثبت لي بيتنا احنا قاعد متى صرت مهندس ديكور وين مطبخكم متى صرت مهندس ديكور شفت كل شيء ببيتكم انا انت متى صرت مهندس ديكور لا تغير السالفه حبيبي لا تغير السالفه انت لحظه انت شفت غرفه نومنا اي تخسي مره هي مصوره ما صورت ولا مرة غرفة هذه غرفة المكياج يا حبيبي هذه غرفة الميك اب غرفة التبديل غرفة نومنا ما طلعت انت عندك انت سؤال لحظة سؤال انت شو توصلين؟ شو تبين؟ شو توصلين؟ شو الهدف؟ اوكي سؤال نقول البنت تصور كذي الحين انا اوكي البنت تصور خليني اقول لك شغلة شوف انا يمكن من البدايه صح شوف انا احمد يدري فيني ترى انا اذا غلط اعترف انا غلطانه وطلعت كم مره باللقاء انت يمكن شفت قلت صح يمكن انا مسكت احمد على ذيك المره كانت ممكن غلطه ما نكرت هالشيء انا ترى الغلط اقوله ما اخاف ولا استحي عادي عندي فانا من بداياتي لما كنت اصور صح كنت اصور مثلا تصوير مو حلو كان انه كانت الناس يستفزون بس انا ما كنت اقصد ان انا استفزهم
بس انه على نيتي ترى الشخص يبين اذا هو على نيته ولا لا. بس شو اسوي بهالناس؟ بعدين انت قمت تلاحظني اذا انا قمت اصور اقعد وين؟ شحط واصور وانا واقفه وين؟ ولا اصور وانا واقفه ولا قاعده؟ انت قاعد تطالع. هو طلع باللقاء قال تدري الموضوع غيره عندي شنو؟ ادري انا ايش كثر اغار عليك. ما شفنا شيء. احنا ما شفنا شيء. خلني اشوفك بالشارع وتشوف. لا انا بشوف غيره. يعني شنو انت امسكك وطقك يعني؟ امس والله باللايف شقتك شق والله هي لما شافتك دخلت بنت لحظه. انت ما شفت نفسك انا ما راح البيبسي ما شفت نفس غيرتك عليها. من دخل؟ هي مثلا اللي كذي. من دخل؟ منو من السوشيال ميديا رفيجاتك؟ منو مشهور او مشهور رفيجتك؟ عندك؟ كان عندك الحين؟ منو؟ ما راح اقول اساميهم. منو؟ مو ضروري. عمرك طلعتي مع مشهوره؟ صورتي مع مشهور؟ لا. ليش؟ طار حذر. ليش؟ انا ترى توي طالع. قبل كل شيء صورتي؟ صورتي ولا ما صورتي؟ انا شوف خل اقول لك قبل. شوفي انا الحين احبك. انا احبك كساره. انا احبك كساره. الشخصيه اللي اشوفك. اسمعني. قبل انا انشهر والسوشيال ميديا وهذا كله انزين انا اساسا ما كنت احب اصور يعني بمشاهير ما احب إيه. بس انا شفت صورك مع كذا واحده قبل لا انشهر. انا قاعده اتكلم قبل لا انشهر. استوعب شغل مخك معي انزين قبل لا انشهر ما كنت اصور حتى اقول شنو اصور يعني شنو يعني اذا صورت يعني اوكي وبعدين صورت مع مشهور شنو مو مصدقه اني انا شايفه مشهور ولا مشهوره يعني ف عادي. انت مرات بالسناب تطقين وحده قصدك على منو ما ادري واحد ولا وحده تقول يوم تسولفين عن احد ايه يقلدونا يطقونا يسوونا تقصدين منو شنو قولي ليش تسولفين اذا عندك شيء رفعي السماعه وسولفي او تكلم قولي الاسم اتحداك بس ليش ما تسولفين ما تشرف تكلمهم لا ليش لو ما تشوفين ليش تبي طارينهم او ليش تبي طارين قاعدينهم اللي امس ما ادري شنو قاعد يقول فيل وما ادري شنو اي في ناس هم يحبون انت تسولفين عن ذكر وانثى واحد ما ادري شنو وواحده ما ادري شنو ايش تسوي؟ اي خل اقول لك شغله شهاب خل اقول لك شغله انا ناس وايد سكت عنها حلو سالفه وغلطه وما ادري شنو وما ادري شنو طوفت فلمتى يعني انا اقعد واسكت لهم وحالتي حاله لمتى خلاص واحد ليش هم قاعدين يطقونك؟ هو قاعد يطقك؟ هو قاعد يطقك؟ منو؟ اللي بالسوشيال ميديا؟ اي وعيني عيني كشكارة في دليل؟ في دليل؟ اي في دليل وين الدليل؟ في دليل اعطيك اول واحد هذا اللي شو اسمه؟ هذا رفيجك اول واحد رفيجك اللي تعرفه ابو خرى اسمه ما ادري شنو شيء كذا انا ما لي شغل بحد لا تجي مطاري حد لا تقول رفيج ما قاعد اقول في واحد يمثل نفسه ما قاعد اقول لسه اوكي اذا ليش قاعد تقول ابو الخار هذا زين نعم رفيجي ليش تاخذ على رفيجي قلت اسمه انا رفعك وايد قاعد اقول رفيجك هذا زين وهذا اللي حاط قط التليفون بالمرحاض وما شنو سوى يكرم السامع هذا هناك انت ليش شغل بنفسك اي لما هو يهين صدقني برد له الاهانه نفسها لاني انا دام احترمك وقدرك انت مو من حقك ان انت تغلط على الطاريه ريال عود ايش كبرك ايش عرضك ريلك انت 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 ليش قاعد تجيب طاري ناس ليش قاعد تجيب طاري ناس انت قاعد تقول انت ليش قاعد تسوي كذي 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 انت عندك اخذ اسمها روان الكندري صح موجوده لا موجوده ولا مو موجوده لا مو موجوده اوكي ليش حاطه ايدك في خشمك ايش قصدك بهالحاله قاعد تنقف وتحذر ليش هذه كم عمرها؟ ايش اللي قاعد تشوف؟ هذه كم عمرها؟ رجل كم عمرها؟ كم عمرها؟ منو؟ روان الكندري روان 17 سنة موجود؟ موجودة هذه كذابة 17 سنة 19 اوكي سؤال طريقة استعراضها انت راضية كأخت كبيرة؟ حرة حرية شخصية هذه ردت عليك انا كلها علمت شي رفعي هذا ايش كنت انتي رفعي سمعي الحين اقول لك اذا ما عندك عدو اذا ليش ما اشوفك اذا انت قاعد تغلدين انتوا الحين لحظه السؤال انتوا قاعد تغلدون احد بالسوشيال ميديا
نقلد ناس وايد. انت قاعد تقلدون احد؟ اثنين ناس وايد. انتم من متى متزوجين؟ صار لنا 9 سنين. ليش ما سويتوا يعني انتم تطلعوا مع بعض بالسوشيال ميديا؟ من هذا دليل يثبت لك ان احنا ما نبي ننشهر. انتم اللي شهرتونا. لا لا حبيبي، ما كان في سوشيال ميديا. ما كان في سوشيال ميديا قبل 4 سنين 5 سنين. ما في سوشيال ميديا 2017 16 اللي بلش السوشيال ميديا. حلو. احنا ما طلعنا. انا جايب ما كنت قاعد تجيبوني هال، ما كنت فاضي. شنو؟ يمكن كانت حامل هي. ترى ايش فيك؟ ايش فيك؟ شنو يمكن كانت حامل؟ لحظه ما فهمت. انت قاعد تغلد احد، وانت قاعد تغلدين احد. اي منو؟ منو؟ قول لي. ما ادري. منو هما؟ خلينا نشوف الناس يقولون. انت نشوف الناس يقولون. خلينا نشوف الناس يقولون. يلا ناس كتبوا. يلا ناس كتبوا. يلا كتبوا. يلا هم قاعدين يقلدون منو؟ احنا قاعدين نقلد منو؟ يلا انا بشوف المتابعة. انا ما نشر، اقسم بالله انا بس قاعد اقول اسئله شيرانه. يلا روح وقف بعيد فوق، روح وقف بعيد عشان نشوف. اقول اسامي؟ ما قاعد اقول. اوكي. اخر همي كلش ولا قاعد احبهم. وينهم؟ كان قاعد يكتبون. قاعد تقرين انت؟ قاعد تقرين؟ اوكي. اقول اسم ولا مو مو داعي اقول اسم؟ ما قاعد نقلد احد. انت قاعد تقرين الاسم؟ قاعد اقرا. وانت لحظه، انتوا قاعد تقرون الاسم؟ شو اسمه؟ بوريكم شيء. اي تفضل. لا مو بوريك شيء، انتوا خليكم قاعد تقرون. كتبوا يا جماعه، كتبوا كتبوا. والنعمه اللي قدامي يا شهاب وغلاك. لحظه لحظه، وانت قاعد تقرين انا ما قاعد اقلد اي شخصيه بالانستغرام ولا شيء. لحظه يعني اخر هم هذا شكلي بعد ما قاعد انا انشر ولا بقلد احد. لا هذا ردي. اي حطينا ردنا، حطينا ردنا. وين تليفوني الثاني؟ يلا تبي انت هذا عيل تبي ردي انا لك؟ لا لا لا، انا اقسم بالله انا انا معلم متابعيني. انا شكو ما رد عليك. انا بحط لك اهداء ثانيه. اذا السؤال انا الحين اقول اسم ولا ما اقول اسم ولا ما تبين؟ قول. انا شكو ما في شغل. بس ها للعلم اثنين. إيه؟ اسامي لا حد يسب ولا حد. لا ما نسب، احنا مو قليلين ادب، ما نسب. احنا متربين شباب، ما نسب. شنو مكتوب؟ اقرا الاسم. ليش انا اقرا؟ انت اقرا لايف بوك صح؟ ايش الهدايا تهديني هذه؟ بس والله العظيم ما راح، يعني ما نقل ادبنا على احد. احنا كلش ترى شاب والله، لان احنا مو من حقنا نطاري احد ولا نقول اسم احد، لان يعني ما ادري ممنوع. إذا خلاص أنا... أوكي أوكي، أنت قاعد تقول لي أنا أغلد صح؟ أغلد؟ أنا قاعد أغلد اللي أنت اللي قاعد يكتب أسامي الناس كاتبين صح؟ حلو. شو اسم بنتي أنا؟ إي صح، اسم بنتكم بعد نفس اسمها. إيه. إذا أنا كم عمر بنتي؟ كم عمر بنتي؟ لحظة، من هذه؟ لا عبال ليلى. كم عمر بنتي؟ كم عمرها؟ انت قول لي كم عمر انت؟ ما ادري. عمر بنتي 5 سنين. ايه؟ اوكي. يعني شلون قلت؟ وبنتها كم عمرها؟ اللي انت قاعد تسولف عنها. انا قاعد اسولف عن منو؟ ترى انا عادي اقول الاسم. قاعد اقول. بالعكس ما انا ما كاتبين 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 خلود وامين. والنعم والله، والنعم والنعم. احبهم ترى. والنعم حتى انا احبهم. اسمع ليش ما قلت اسمهم؟ شنو شنو؟ لا 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 جدنيها. ليش ما قلت اسمهم؟ ما اقول اسمهم، انا مو من حق تهاوش معاهم؟ لا مو تهاوش، ما في بيني وبينهم ولا شيء. ليش دائما في غيره بينكم؟ مو غيره، يعني ليش كله يعني ما حد يبي يقول اسم الكبز الثاني؟ ليش؟ ليش ما تقول اسامي؟ عندك خلود وامين. والنعم فيها خلود بكر وهيفاء. عندك فرح وعقيل. وعندك بالعكس هنادي كندري وزوجها. ونعم فيهم بعد. بالعكس هنادي كندري انا اقول شغله عاد صدق هالانسان انا احبها. ايه وقسم بالله احبها. يعني انت تحبين كل كابلز على السوشيال ميديا؟ ما بيني وبينهم شيء. ليش اكره انا بسالك السؤال؟
عمري ما صارت هوشه معاهم، ماكو مشكله معاهم. تقول ما تعرفينهم صح؟ ما تعرفينهم ها؟ تو الحين واصلني فيديو انك كنتي مصوره مع واحده بينهم مشهوره، تقول ما تعرفينهم؟ مع صورت ايه مع خلود بالعكس عادي. شنو يعني ما تشفيك على بالك ان انا اخاف ولا شيء؟ ما لا انا ليش نكرتي؟ ليش نكرتي؟ اي يلا تبي اقول لك، انا لما شفت خلود هني شو كانت امي طايحه بالمستشفى تعبانه، فكنت يم امي بالمستشفى فشفت خلود داشه بالعكس كان اسلم عليها قلت شو وين داشه المستشفى؟ مستشفى السيف. فرحت شفتها قلت يمكن تبي شيء ولا محتاج، شفتها لها بروحها انزين. وبالعكس لما انا اسوي شيء الخير ولا شيء زين انا مو ضروري اقول حق الناس صح ولا لا؟ يعني الحين كان متابعين قاعد يتابعون صح ولا لا؟ اذا انتم اي واحد فيكم بيسوي عمل صالح ولا اي شيء خير لازم تسولفون فيه؟ لا مو لازم، هالشيء حقك بينك وبين نفسك. شفت البنيه تعبانه وكذي وقسم بالله خليت امي، قلت لها يما انا شوي، لان هما يم الغرفه كانوا، فقلت لها يما شوي خلي اروح هني عند المره واجيك. فرحت عند خلود شفتها تعبانه، رحت جبت لها عصير وقدمت لها وحطيت لها وقعدت يمها وقفت يمها. بالعكس هذا شيء زين مو شيء مو زين، بس مع ان ما اعرفها ولا تعرفني ولا بيني وبين اول مره بحياتي. وبالعكس ترى محترمه سلمت يوم مشت حتى علي انا سلمت ومشت. شنو في بعد؟ بس فرح راقيل وقاعد اكلم مشاعل الشحي واحمد. اي صح فرح راقيل. فرح راقيل ما تصادفنا وياهم؟ لا الحين ما تصادفت وياهم والله. تحبينهم؟ ايه حلوين وايد احبهم انا والله. حلوين عجبك؟ عجبك؟ حيل والله حيل 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 فوق ما تتخيل. ما تطول شيء انت. زين 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 يا ساره، زين وين راح تشوفي نفسك بعد 5 سنين؟ انا ان شاء الله راح اكون يعني فنانه لان داشه مجال التمثيل. انا اساسا من صغري شاب، انا من قبل ترى ممثله بس وانا صغيره، بس ما راح اقول لك تمثيليه. زين صغيره؟ ابوي كان يعني معارض، قال لا خلاص لا تكملين. انت اهلك ما كانوا راضين؟ ما كانوا راضين باحمد تتزوجين صح؟ اي لانه هو بدوي وانت حضريه. حضريه بس على هذا الشيء؟ عمركم ما انفصلتوا من بعض ولا تهاوشتوا من بعض؟ ها؟ ما تهاوشتوا مع بعض؟ يعني وخرتوا يعني؟ بلى انا انفصلت من احمد. انفصلتي؟ انفصلي يعني بس يعني حكي يعني وخرتي يعني؟ لا طلقت رسمي بعد. بعد؟ اي منه. انت اللي فصلتي ولا هو اللي فصل منك؟ انا انفصلت. بلاك انا ايش فيك؟ ليش انفصلتي منه؟ لحظه لحظه ليش انفصلتي منه؟ وتأشر كذي ليش انفصلتي منه؟ ها؟ مشاكل عائليه. ليش انفصلتي منه؟ لا عائلتي شكو؟ اي مشاكل عائليه. شو المعلم طلقها؟ ايش فيك؟ من الرد الثاني؟ من الرد الثاني؟ انا اللي رديتها. انت اللي رديتها؟ ايه لهالدرجه تحبها يعني؟ واموت عليها. انا اشهد صراحه. انت سكتي. لا تشعم عشيرتي لو سمحت. يا ها تقول حق اختك عشيرتي؟ ايه لان هذه شفت انت يوم تسولف عن نفسك بيبي، هذه بيبيه. شاب هذا عمري دقيقه ما قاطعك. أبى أقول لك موقف صار زين بينه وبيني وبين روان. شوف هي مو قدامها، وأنا ترى خليني أقول لك شغلة، أنا خواتي من صغيرهم لكبيرهم اللي يجيب اسمهم ها أنا عادي أسوي سالفة علشانهم، لأن أنا أحب أهلي ما أرضى عليهم كلهم ولا أرضى على أحمد بعد. زين في يوم من الأيام كنا بشاليه وكذي وما يعرف من احد تحرش فيه كذي، كان احمد يعصب وراح تهاوش وكذي. من اللي قام فزع حق احمد عن مليون ريال؟ منو بطل شنو؟ روان. شفت هذه روان بين هالعالم كلهم والطق وهذا، قامت فزعت حق احمد والله انها عن مليون ريال. سوت ليش فزعت على شنو؟ يعني أنا خليني أتكلم، أنا ما بطلع نفسي بتكلم. يعني أنت تخيل نفسك أنت متزوج الحين إنزين ومرت، كنتي حامل؟ لا ما كنتي حامل. لا أنت كنت والدة صار من أنت متزوج إنزين وقاعد ومرتك قاعد تتمشى مع رفيجاتها وخواتها بالشالين وتعرف الشالين أنت. المهم مثلا أحد قط كلمة ما قط كلمة، المهم
البعض. راح يصير فيك انت؟ انت ما راح تتحمل، صح ولا لا؟ أوكي. لان مرتك تحبها. المهم احمد شنو سوى؟ احمد ما سكت عن حقه صراحه. المهم انا بختصر الموضوع، اللي صار ان الشباب تجمعوا على احمد، سووا دائره عليه فوق 15 واحد، اكثر من 15. وانت شنو كان وضعك؟ صاخين؟ اسمع السالفه، واحمد ريال بروحه راح لهم، بروحه بين 15 فوق 15 واحد بروحه، لا ربع وياه، كنا رايحين عائله بروحنا، ما في لا ربع وياه ولا احد. انزين تجمعوا عليه، سووا دائره عليه. اخر شيء انا انهرت وانقهرت ان انتم يا شباب تشوفون واحد بروحه، واحد بروحه. يا شباب انتي لا تكلمتيهم، انتم يا لا انا ما كلمتهم، يا انا قاعد اقول يعني بيني وبين نفسي، انتم يا شباب انا ما بنقول باللايف يعني ما قلتيهم شيء. خلي اكمل اسمع، انتم يا شباب تشوفون واحد بروحه وانتم كلكم عليه، هذه مو رجوله. انا انهرت، مسكت بطل بربيكان عشان اكسر البرط البربيكان على راس واحد صراحه. يعني والله العظيم ساطور لك، ما بيتكلم شقه وراسه مو ريايل لنا. بس في قلت ساكته، بس سالفه دي ما اقولها بقالتنا سكتي. ليش 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 تسال انت وايد؟ لا ها اصعد اصعد، والله عجبني اللبس شاب، رد رد عافيه. ما ادري عافيه 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 بيبي عافيه. ما غلط لكم صار لما تبي تلبس لبس، شو تسوي؟ تسوي كذي حبيبي عندكم لبسي؟ ولا كنت لابس صوتي يا جولي؟ اي تمك. لا هذا درام صوت، هذا درام صوت، ايش عرفت بس سوالف؟ شايف احمد هذا احمد لابس نعال حمام امس بالهذا؟ نعال حمام؟ يكرم السامع نعال حمام؟ يقولون ان اختك، خلني ساكت. المهم اقول زين احسن لك بدر، ما عليك ما عليك بدر. المهم اقول سمعي ايش كنت بقول؟ زين انت متى راح تتوبين؟ لما تتوب، لما انت تتوب. انا قاعد اقلد، انا مو قاعد اسوي شيء. لما اي واحنا قاعد نقلد لا متى يعني مثلا انه تقدمي محتوى ثاني بالسوشيال ميديا؟ يعني نبي احنا المحتوى الثاني اللي بنقدمه نبي نغلد شخصيه شاب بالضبط. هسه هاي اورينتيني واحده بوحده يعني ها؟ اي راح يعني تدري اول شيء شنو راح اسوي؟ راح املط زين واسوي قدلتي كذا. اي ثاني شيء تطلع شو تسوي؟ تاخذ كريمات التبييض مال سوسوية وتستخدمهم. هاي دعايه انا مسويه يعني وصايدتني يعني تو ريال. وين اتحداك تبي الحين تسوي لها؟ وين كلمه؟ ما عرفت تمسح عويك كريمات. اقسم بالله الحين كان الحين كا يلا كريمات عادي يعتقد بنفسه. اتحداك شنو؟ لا انا اشهد الشراب والله روان. اذا امان امان رد والله بشوف. انت اسكت اسكت اقول اسكت 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 اذا اذا اسمع والله شاب ارقص. ها رقاص لا ها شوف غلط عليك رقاصك. الله يرحمه ابوه متوفي. حتى انا عيلتك لا تقول لك استغفر الله. انت حاس نفسك انك بتجيب العيد. انزين لحظه طالعي طالعي كذي طالعي حطي ايدك في كتفه. لا ما اوكي طالعي بس طالعي كذي نظره طالعي. واع تبح وي واع 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 بروح ازوع وي لحظه بروح ازوع يلا بسرعه. تدري شهاب قلت كلام بس بحترم المتابعين والله والله بحترم المتابعين. انت يا روان ام راس بطيخ وينك؟ هي ام راس بطيخ عيل انت شنو؟ انا راس ايش فيه؟ انت رقيه مفتوحه. لا انا الحين رقيه مسكره انا. لا ايش تبي بروان؟ ايش تبي فيها؟ زين شاب شوف بعطيك رقصه تغلدها، اذا سويتها لك مني اللي تبي قدام الناس. زين امان امان ساره حلفي والله قولي الصج. ليش تغلدين كبرزات في السوشيال ميديا؟ قولي الصج. انت مصر على هالموضوع يعني؟ قبل شوي قاعد تقلدين صلاح وعقيل، قاعد تقلدين حنان الكندري، قاعد تقلدين خلود الامين، قاعد تقلدين
ليش؟ حنان ولا هنادي قصدك؟ هنادي الكندري ليش؟ حنان؟ ليش؟ هنادي الكندري أصلاً أنت الفخر اللي تقلدين هنادي الكندري لأنه رب الكعبة على الإنسان هذه أبي أحبها راقية 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 إذا سواء قلت ولا ما قلت عادي أحبهم أقتدي فيهم إيش تبي؟ مشاهير قدوة ترى حق الناس إيش فيك أنت بعد؟ ولا؟ إي ولا إي مشاهير قدوة شنو بعد؟ أنت لما تكون مشهور يعني أنت قدوة للناس لا بس انت شنو قدوتك بالحياة؟ لا مو قدوة لا احنا مو قدوة والله في بعض يقول احنا عيالنا يتابعونكم احنا يتعلمون منكم لا 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 تبون تعلمون التربية والسوالف علموا عيالكم انتم بنفسكم احنا داشين السوشيال ميديا حق تسلية نقدم مواهبنا او نضيع وقت على السوشيال ميديا شنو مواهبتك؟ اغلد امثل الرقص وارقص ارقص مو الرقص مو فن؟ فن لا فن مو فن؟ لا الحين في شباب يرقصون باك ستيج هني في المسرحيات شنو يرقصون؟ شنو يرقصون اخوي؟ يرقصون بمسرحيات مو فن؟ اي لا بالافلام الهندية تشوفها لشاروخان من ما يعرف عن شاروخان؟ إذا احنا تو انت قاعد تقول ليش رقصتوا؟ لا في فرق انها هي ترقص كذي اها 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 شنو هذا؟ اولا لا خليني اقول تيك توك استعباط اذا شنو هذا؟ انت مصوره هذا الفيديو كنت متهاوشه من مع احمد صورت الفيديو عشان تقهرينه على بونا انت طالع بدون اذنه وصلني الفيديو انا وين؟ سكتي وين؟ كنت تقهرينه سكتي بس الحق اي فيديو وين؟ عملنا الفيديو انا بنظف الشاشه بس نظف نفسك هذا الفيديو صورتيه من راسه طلع روح 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 زوع وتعال بسرعة أخي لحظة سمعي لما نزلت هالفيديو هو كان منزل فيديو كنت أحبك بس حساف الحب اللي حبيتك وأنت نزلتي كنت شنو هذا أصلا ابني هذا ما ترقص ترى هذا حذ والله تبي صراحة الخالف تعرف ما نعرف لكم لا زين زين يعني هذا فيديو بشرفك انت ما قلت ساره هني لا هذه سوالف محجبه سوالف محجبه سوالف حاط لي جدر على راسك ايش فيك محجبه وين الفن بالموضوع حاط لي جدر على راسك انا كتبت تقليد بنت العراقيه وين الفن بنت العراقيه وين غلط ونعم بالبنت العراقيه لحظه زين اسمعني اسمعني اي بس ليش انت اللي مقلد بنت العراقيه غلط العراق ايش هذا حلو التقليد وين الفن بالموضوع شنو مكتوب تحت شنو مكتوب وين الفن شنو مكتوب تحت شنو مكتوب تحت شنو مكتوب تحت لا تدوس على راسك الحين شنو مكتوب تحت لحظه تدوس على راس منو لحظه تعال بابا شنو تدوس على راس منو بابا اي عبالي شوي شوي اهدى شوف لا تخليني اطق شيء بوف 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 شوف ترى عارف عن كاراتيه تبي تشوف تبي تشوف تبي تشوف والله عبالي اختها انت في عبد هذه فنانه قديره هذه ام المثاليه ونعم ونعم هذه ام المثاليه اي عبالي اختها يعني يقول لي فن وين فن بالموضوع ما ادري فاهم الفن غلط البرنامج اللي دشينا وصورنا فيه شنو اسمه حبيبتي تيك توك تيك توك مو حاط اسمه بعد شبه لحظه بابا انت هذه طفله صح؟ ماما هذا شنو يدشون يسوون فيه؟ شنو يدشون يسوون فيه؟ شنو لحظه سكر حلجك شوي لحظه شنو بابا؟ علي صوتك حبيبي بس يرقصون بس يرقصون اذا ياهل تعرف اذا انت شطول شح يرقص اي ارقص طبعا تيك توك اتحدى وين رقص؟ اتحدى شوف لحظه اسمع شاب شنو بابا؟ علي صوتك قاعد يعلمها هذا كثير يرقصون شنو شنو شنو؟ واي شنو؟ تقول بنتي يسوون شنو شنو قالت؟ قالت هذه؟ يرقصون هاي ايش قالت؟ هاي ايش قالت يابا؟ ايش قالت؟ اوعي تحكي على بنتي اتحداك اتحدى شوف تيك توك لحظه وينه؟ لحظه انت للحين وينه؟ انت للحين وين غلط؟ وين غلط؟
كتبت هنا انا مصور مع مشاهير ودنيا هذه اللي ما تحبينها. لا ليش ما تحبينها؟ ما قلت انا ما ليش ما تحبين الكندري؟ لا تألف منها وهي هي من منها وفيك فيك. انا ما قلت ما احبها. اقول يلا ماشي يلا خلاص انا وايد تنرفزت وايد تنرفزت. يا معود انت طير انت اخر واحد اني يتكلم تكفى. لا تنرفزيني لا تقعد بمخي لا تقعد بمخي اقسم بالله لا اجي الحين واعلمك شلون نرفزتي. ما سمن بالله لا وريك. سمعي سمعي انت تعال اوريك الرجوله انا اصير ارجل منك. ادري والله يا بنت والله انك انت رجال. اقول لك شيء شاب تروح لنا فدوه انت. انا اروح لكم فدوه؟ ايوه شوفوا انا احبهم كشخصيتهم الصجيه. انا ترى احب الشخص ترى مو ان انتم مثلا تقولون هذه هذيل ما احبهم. انا ما راح امشي على مزاجكم لان انا شفتكم وعرفتكم شخصيتكم الصجيه. وانا لما اسوي يكون عندي ربع احبهم حياتهم صجيه ما احبهم السوشيال ميديا. كل ربعي اللي احبهم واقسم بالله اقسم بالله انا لا ادور الشهره ولا ابي. انا خلاص عندي متابعين ودنيتي بس انا احب الناس المتواضعه والله العظيم. وانا احبك يعني... والله ما تشوف اخر شيء شنو قلت لك بعد الكلام اللي قلته كله. شوف ايش راح اخليك ان شاء الله. سبحان الله الله ما راح يخلي حق احد. انا الله راح ياخذ حقي من اللي اذوني. ما في صوت.